على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي بمدينة شرم الشيخ، التقى الرئيس السيسي عددا من قادة الدول والمؤسسات الأفريقية، وتناولت اللقاءات سبل دفع العلاقات الثنائية إضافة إلى أهم الملفات على الساحة الأفريقية. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ تحت شعار تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الافتتاح شهد مشاركة عدد من السادة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الشقيقة والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الإفريقي. وقد ألقى السيد الرئيس كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن التقدير للدور الحيوي الذي يقوم به بنك التنمية الإفريقي في دعم قضايا التنمية بالقارة الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي. كما أكد السيد الرئيس أن مصر مستمرة في دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الإفريقية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس التقى على هامش الاجتماعات بالرئيس عثمان غزالي رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، حيث ناقش الرئيسان جهود الاتحاد الإفريقي في تعزيز الاستقرار والتنمية وتسوية النزاعات ومواجهة آثار التغيرات المناخية في إفريقيا، فضلا عن التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وجزر القمر. كما التقى السيد الرئيس مع الرئيس إميرسون مانانا غاغوا رئيس زيمبابوي، حيث بحث الرئيسان كيفية تفعيل أطر التعاون الثنائي بين الدولتين الشقيقتين. والتقى أيضا السيد الرئيس مع رئيس وزراء بوروندي جيرفي نادير أكوبوكو، حيث تم التطرق إلى الملفات الإفريقية المطروحة على الساحة وتأكيد مواصلة جهود الدولتين لتعزيز آليات التعاون الثنائي في ظل العلاقات الثنائية المتميزة بينهما. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس التقى كذلك مع كل من السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. والسيدة ناردوس بيكلي توماس الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية نيباد، والسيدة تشيلسي كابوي بوي الأمين العام لمنظمة الكوميسا، حيث ركزت اللقاءات على بحث سبل تدعيم عمل وفعالية أجهزة الاتحاد الإفريقي ووكالاته ومنظماته ودفع جهودها لتحقيق وحماية مصالح الشعوب الإفريقية